بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد، دائما مع دروس مادة الجغرافيا المقطع الثاني للسنة الرابعة متوسط. وصلنا بإذن الله للوضعية التعليمية الثالثة اللي هي التنمية الاقتصادية في الجزائر، النقل والتجارة. شفنا في المرة السابقة الصناعة والزراعة، اليوم راح نشوف النقل والتجارة. نبدأ على بركة الله. بسم الله. ألف النقل. أعيد، الوضعية التعليمية الثالثة، التنمية الاقتصادية في الجزائر، النقل والتجارة. عندنا النقل، أهمية النقل. نقل المواد الأولية من مناطق الاستخراج إلى مناطق التصنيع. نقل المواد الأولية من مناطق الاستخراج إلى مناطق التصنيع، توفير مناصب شغل، فك العزلة على المناطق النائية، وتمكين المنتجين من تسويق منتجاتهم. أعيد، النقل، أهمية النقل. نقل المواد الأولية من مناطق الاستخراج إلى مناطق التصنيع، توفير مناصب شغل، وفك العزلة على المناطق النائية، وتمكين المنتجين من تسويق منتجاتهم. باء، أنواع النقل. عندنا النقل البري، تقدر شبكة الطرق في بلادنا ب 112,000 كيلومتر. النقل البحري، تمتلك الجزائر 74 قطعة بحرية، منها 5 ناقلات للبترول و 9 ناقلات للغاز. النقل الجوي، تمتلك الجزائر 59 طائرة في 2016 و 55 مطار، منها 12 مطار دولي. أعيد، أهمية النقل. نقل المواد الأولية من مناطق الاستخراج إلى مناطق التصنيع. نقل المواد الأولية من مناطق الاستخراج إلى مناطق التصنيع، توفير مناصب شغل، فك العزلة على المناطق النائية، تمكين المنتجين من تسويق منتجاتهم. أنواع النقل. عندنا النقل البري، تقدر شبكة الطرق في بلادنا ب 112,000 كيلومتر. النقل البحري، تمتلك الجزائر 74 قطعة بحرية، منها 5 ناقلات للبترول و 9 ناقلات للغاز. النقل الجوي، تمتلك الجزائر 59 طائرة في 2016 و 55 مطار، منها 12 مطار دولي. تحديث شبكة النقل، من أهم المشاريع المنجزة الطريق السيار شرق غرب. تحديث شبكة النقل، من أهم المشاريع المنجزة الطريق السيار شرق غرب، السكة الحديدية الخاصة بالهضاب العليا، السكة الحديدية بين قوسين الهضاب العليا، شبكة ترامواي في العديد من الولايات، ميناء جيجل اللي هو جنجن، والطريق السيار من جيجل إلى العلمة. ثانيا، التجارة. تنقسم التجارة إلى قسمين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية تتمثل في تزويد الأسواق المحلية بكافة المنتوجات الوطنية، يعني منتوجات الشمال إلى المناطق الداخلية والجنوبية، ومنتوجات الجنوب إلى المناطق الداخلية والتلية والساحلية، يعني منطقة الشمال. تنشيط الحركة التجارية وتوفير رؤوس الأموال ورفع المستوى المعيشي. ودائما هذه الأعمال هذه كل نسعى بها إلى توفير مناصب شغل وتقليل اليد البطالة. أعيد، التجارة الخارجية تتمثل أهميتها في تزويد السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية لما تنتجهاش البلاد، نجيبوها من الخارج، نزود السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وتصريف المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، وتوفير مناصب الشغل. عندنا الصادرات، تتمثل صادرات الجزائر ب 96.8% من المحروقات، والباقي مواد أولية ومواد غذائية. الواردات، أهمها مواد غذائية وتجهيزات صناعية. أعيد، التجارة. تنقسم التجارة إلى قسمين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية تتمثل في تزويد الأسواق المحلية بكافة المنتوجات الوطنية، منتوجات الشمال والمناطق إلى المناطق الداخلية والجنوبية، ومنتوجات الجنوب إلى المناطق الداخلية والتلية والساحلية. ثم يعود هناك حركة تجارية على المستوى الوطني. أن تنشيط حركة التجارة وتنشيط الحركة التجارية وتوفير رؤوس الأموال، رفع المستوى المعيشي وتوفير مناصب شغل.
التجارة الخارجية تتمثل أهميتها في تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، تصريف المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، وتوفير مناصب شغل. أن الصادرات تتمثل صادرات الجزائر في 96.8% من المحروقات بالمئة من المحروقات، والباقي عبارة عن مواد أولية ومواد غذائية. الواردات أهمها مواد غذائية وتجهيزات صناعية. هذا هو الفيديو تاع اليوم، شفنا فيه الوضعية التعليمية الثالثة اللي هي تحت عنوان التنمية الاقتصادية في الجزائر، النقل والتجارة. شفنا النقل، شفنا أهمية النقل، أنواع النقل وتحديث شبكة النقل، وشفنا التجارة اللي هي تجارة داخلية وتجارة خارجية، صادرات واردات. عندنا إدماج جزئي، قلت لهم ما المقصود بالميزان التجاري وما هي حالاته. نحلوا الإدماج مع بعض. الميزان التجاري ما هو؟ وشي هو المقصود بالميزان التجاري؟ يقصد بالميزان التجاري الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات خلال سنة معينة، ولمعرفة حالاته نسجل الملاحظات على قيمة الصادرات والواردات ثم نحلل ونستنتج حالته. إما أن يكون ميزان تجاري إيجابي، أي الصادرات أكبر من الواردات. ميزان تجاري سلبي، تكون فيه قيمة الصادرات أقل من الواردات. والميزان التجاري المتوازن، قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات. أعيد، الميزان التجاري، تعريف المنتوج ولا تعريف الميزان التجاري، نقصد به الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات خلال سنة معينة، ولمعرفة حالته تسجل الملاحظات على قيمتي الصادرات والواردات ثم تحلل وتستنتج حالته. إما أن يكون ميزان تجاري إيجابي، وش معناتها الميزان التجاري الإيجابي؟ تكون صادرات الدولة أكبر من وارداتها، ثم تصدر أكثر مما تستورد. ميزان تجاري سلبي، تكون الدولة تستورد أكثر ما تصدر، تكون قيمة الصادرات أقل من الواردات، يعني تستورد بزاف وتصدر حاجة قليلة. الميزان التجاري المتوازن، أي أن قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات. عندنا إن شاء الله بهذا القدر نكون أنهينا الفيديو تاع اليوم. راح نشوفوا تكملة للوضعية التعليمية الثالثة اللي هي التنمية الاقتصادية في الجزائر. راح نشوفوا مشاكل التنمية الاقتصادية في الجزائر في فيديو قادم إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله نكون فدتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.